بتاع النهارده اكيد مباراه صعبه جدا امام النادي الاهلي، ولكن خلص المباراه بالتعادل السلبي. هل شايف ده في مصلحه بيراميدز او لا؟ وخلاص يعني انتوا كده هتستنوا مباراه الزمالك القادمه في حاله التعادل او الهزيمه. Utakmica protiv Ahlija uvijek je dobro kad se ne izgubi. Još imamo, još Zamalek ima dvije utakmice do kraja, ali mislim da ćemo do zadnjeg, tek u zadnjem kolu znati ko će biti drugi. Da, mislim da se borba za drugo mjesto dalje nastavlja. بيقول اكيد المباراه قصاد الاهلي بتبقى مباراه صعبه، واكيد بيبقى كويس ان انت ما تخسرش قدام الاهلي، وفي نفس الوقت الصراع على المركز الثاني هيفضل لغايه اخر جوله في الدوري ان شاء الله. يعني لو اتكلمنا عن فريق بيراميدز وادائه اليوم، كان مستر انتي كان ضاغط على فريق الاهلي من المقدمه وكان بيلعب بصوره جيده جدا، ويمكن استغل ايضا طرد عمرو السوليه واستطاع ان هو يستحوذ على الكره لفترات طويله لكن دون جدوى حقيقيه على المرمى. هل شايف ده كان في بعض التقصير من مهاجمي نادي بيراميدز او لا؟ دانس بودمو مالو ازاناليزيرالي اوتاكميتسو اوتشيناك بويدينتسا. Ovog trenutka mogu reći da je momčad htjela, da je učinila sve da dođe do pobjede, nažalost nismo uspjeli. بيقول ان هو لسه هيعمل تحليل لاداء اللاعبين وهيشوف اداء كل فرد في اللاعبين، بس بالنسبه للفريق نفسه حاول كتير وعمل اداء كويس في المباراه. Moram reći da smo igrali protiv najbolje ekipe u Egiptu. لازم يقول برضه ان هو النهارده احنا كنا بنلعب مع افضل فريق في الدوري. هو زاد وافاض في الحته دي، احسن فريق في مصر وفي افريقيا، وهو ده اللي انت بتسعى له، الجداره في اعين الاخرين، مش اللي انت تحس بنفسك انا احسن منك انا أحسن. لا، انت تيجي تقول لي انت احسن مني وانا اقول لك لا انت احسن مني، دي الجداره، ده الاعتراف المنافس. فالحقيقه كل كلمه بتتقال حلوه في حق النادي الاهلي بتشعرك انك انت مبسوط. هو كلام انتي ده في المؤتمر الصحفي افاض كتير فعلا في لا ده قال لك افضل فريق افريقي وعربي واقوى فريق ممكن تلعبه. ايوه قال لك حتى انا بعاني كتير معاه وانا بلعب او هو بيلعب 10. فده هو ده دي الجدار. لما المنافس بتاعك يعبر عنك كده، وهو كمان مؤكد يعني هو الفريق ده بيلعب بالجديه قوي كده ليه؟ ده مصلحته مش في الحته دي، وهو يعني الدرس لازم نطلع بيه كلنا، من اجل هذا تلعب كره القدم وتلعب الرياضه بشكل عام. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، بس كان لازم الجينات تنتصر.